جيجل، هذه الولاية التي تتميز بشواطئها الخلابة، تعد الوجهة المفضلة للعديد من السياح والمصطافين صيف كل سنة. قافلة الإعلام لصيف 2018 تحط رحلها بجيجل في إطار التعريف بمختلف الوجهات السياحية لولايات الشرق الجزائري. احنا اليوم بصدد تنظيم قافلة الشواطئ التي تنطلق من الجزائر العاصمة وصولا إلى بومرداس ثم تيزي وزو ثم بجاية ثم إلى جيجل لتعريف بمختلف الوجهات السياحية. نحن اليوم بولاية جيجل التي معروفة بشواطئها الخلابة إضافة إلى المغارات والجسور الممتدة على طول الساحل ولاية جيجل. المنار الكبير وزيامة منصورية غرب الولاية من أهم المناطق التي تتميز بسياحة شاطئية وجبلية في نفس الوقت، من خلالها تراهن الولاية لاستقبال قرابة 15 مليون سائح هذا العام. يعني المصطف يلقى راحته في هذه الولاية هذه من ناحية السياحة، من ناحية السياحة الشاطئية وكذلك السياحة الجبلية. الإقبال كان في العام الماضي في سنة 2017 تقريبا 13 مليون سائح اللي زاروا هذه الولاية الخلابة، والسنة نراهنوا على عدد تقريبا 15 مليون سائح. ولاية جيجل ما هي إلا محطة من المحطات التي مرت عليها قافلة الإعلام لولايات الشرق الجزائري، ليبقى الترويج للسياحة الداخلية من أهم الرهانات.